الميدان الداعشي يتأزم في كل يوم، والضربات الجوية والبرية تنال من قوة التنظيم وتقلص مساحة سيطرته في العراق وسوريا. ففصائل المعارضة أعادت فتح الطريق بين معقليها في محافظة حلب بعد هجوم مضاد شنته ضد داعش. وقد أكد المرصد السوري أن الفصائل شنت هجومها في ريف حلب الشمالي، حيث استعادت قريتي كفر كلبين وكالجبرين الواقعتين على طريق الإمداد الوحيد للمعارضة بين مارع وأعزاز. كما أعلن المرصد أن عناصر داعش لم يخوضوا اشتباكات عنيفة، بل عمدوا إلى الانسحاب كونهم يتصدون لعدة جبهات أخرى شمال سوريا بينها الرقة ومنبج. وفيما تواصل قوات سوريا الديمقراطية عملياتها لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من منبج، أحد معاقل المتطرفين شمال سوريا، قتل عدد من المدنيين في غارات جوية لقوات النظام على الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة المعارضة في مدينة حلب. هذا ميدانيا. أما سياسيا فيعقد وزراء الدفاع الروسي والسوري والإيراني اجتماعا في طهران للبحث في مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط، من دون ذكر النزاعين في سوريا والعراق. وزراء الدفاع الروسي سيرغي شويغو والسوري فهد الفريج والإيراني حسين دهقان يعرضون التطورات في المنطقة ووسائل تعزيز مكافحة الإرهاب.